أخبار خدمية كتير شهدتها عدد من المحافظات المصرية. في المنيا على سبيل المثال تم تنفيذ 4226 فعالية متنوعة من أجل خدمة أكثر من 3 مليون مواطن في مبادرة بداية. أما في سوهاج فتم زيادة أسرة العناية المركزة للأمراض العصبية في المستشفى الجامعي. في الشرقية انطلقت فعاليات دوري جامعة الزقازيق بمختلف المجالات الرياضية، وفي الأقصر حلق 1800 سائح من حول العالم على متن 75 رحلة بالون طائر. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة المنيا أكدت أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بتستمر في تحقيق أهدافها لتحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بمختلف القطاعات، وحيث نجحت في تقديم 217 نشاط خدمي ونفذت 4226 فعالية استفاد منها نحو 3,141,214 مواطن في أنحاء المحافظة. جامعة سوهاج أعلنت إضافة 6 أسرة جديدة لقسم العناية المركزة للأمراض العصبية في مستشفى سوهاج الجامعي ليصل العدد الإجمالي ل 25 سرير. بتأتي هذه الخطوة في إطار جهود استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى واستقبال الحالات المحولة من مستشفى الطوارئ. في الشرقية بدأت جامعة الزقازيق فعاليات الدوري الداخلي للكليات في عدد من الرياضات الجماعية والفردية في ضوء دعم الطلاب في المجالات الرياضية، وانطلاقاً من أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. تستمر هذه الفعاليات خلال شهري نوفمبر وديسمبر للعام الحالي بمشاركة جميع كليات الجامعة. نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع جامعة دمنهور قافلة سكانية شاملة بمركز الدلنجات. خلال القافلة تم الكشف المجاني على 250 مريض بعدد من التخصصات، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان. كما تم أيضاً تقديم خدمة فورية لمرض السكر وقياس الضغط من خلال كلية التمريض، وأيضاً تم التوعية بتنظيم الأسرة. هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ أعلنت فصل التيار الكهربائي عن منطقة الجريدة اليوم الحد من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً لمدة 4 ساعات لأعمال الصيانة الدورية على المغذي المشار إليه. أعلنت محافظة المنوفية أن قيمة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز مدينة الشهداء بلغت 65 مليون جنيه لتنفيذ 12 مشروع تنموي وخدمي ضمن مشروعات الخطة للعام المالي 2024-2025، وده في إطار الجهود التنموية اللي بتنفذها الدولة المصرية لإحداث تنمية شاملة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر 75 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1800 سائح من حول العالم، وبتحصل الشركات على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأليوبية طرح 9 مشروعات استثمارية خلال شهرين بنظام حق الانتفاع بقيمة إنشائية تقدر بحوالي 21 مليون جنيه بعدد من مراكز الشباب لتحقيق أعلى فائدة من المساحات الغير مستغلة دون التأثير على الأنشطة الموجودة. أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد استكمال فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالمحافظة، واللي تضمنت تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية ل 1173 مواطن على مستوى المحافظة، وشملت صحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأمراض والمسح السمعي والأم والجنين وكبار السن والمقبلين على الزواج.